والله العظيم انت المريض. اقول لك تشوفين هذا المكان؟ هذا أيه؟ المكان الوحيد اللي احس بيه بامان. والله انت مخبل. خليني اقرا لك شيء. نزار يقول: مبلل مبلل قلبي كمنديلي السفر. احمد طيني طيني، راح اسوي شغله بس ما تزعل من عندي. لا ما راح ازعل، سوي لي علمك. اوكي غمض. فتح عينك. اخذت الورقه من الكتاب. هو باخذ الكتاب كله؟ ما اريده. زين اخذي هاي الرساله. رساله ورقيه؟ بيا زمن احنا. انا مو قلت لك انا من هذا الزمن؟